بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده حصه جديده من حصص الحان طقس القيامه والخمسين. كنا بدانا في الحان دوره القيامه والخمسين، اخذنا خريستوس انستي، اخذنا الاول لكل الصفوف وخريستوس انستي الكبيره والصغيره، وخدنا ختام الدوره بخريستوس في طنف، واخذنا كمان بدانا في المحير، خدنا اول ربع فيه. النهاردة هنراجع أول ربع ونكمل المحاير. هنراجع كده. باتشو أويس إيسوس بخريستوس في طفتون في إيفول خني أثموت. راجعها تاني الجزء ده. باتشو أويس إيسوس بخريستوس في طفتون في إيفول خني أثموت خان بيئه تونوستين خنتجوم. راجع الجزء الثاني. خن بيئه شوف بنطق الواو مع تاني. خان بيئه اما شمت تونوستين خنتجوم. الربعين التانيين تقريبا ثابتين في كل المحيرات اللي بتيجي في الاعياد، مع تغيير الجزء الاخير اللي هو بيبقى خاص بالعيد. يعني احنا لو جينا للترجمة هو الأول بنقول يا رب يسوع المسيح الذي قام من الأموات في اليوم الثالث أقمنا بقوتك، أقمنا بقوتك. تاني حاجة الربع التاني ني شيروبيم نمني سيرافيم، الشيروبيم والسيرافيم ني أنجيلوس نمني أرشي أنجيلوس، الملائكة ورؤساء الملائكة. ني ستراتيا نمني إكسوسيا، العساكر والسلاطين. ني إثرونوس ني متشويس نيجوم، والكراسي والربوبيات والقوات. مالهم بقى؟ هيعملوا ايه؟ صارخين قائلين اف اوش اف اول اف جو ام موس، صارخين قائلين جئك قواب وهيك قواب اك قواب، هيصرخوا يقولوا قدوس قدوس قدوس. ابشويس اني اون رب الدهور خريستوس انستي اكنكرون، المسيح قام من الاموات. في الغالب الحته الاخيره دي هي اللي ايه اللي بتتغير حسب المناسبه بقى، لكن نيشيروبيم هي بتبقى ثابته في كل الايه المناسبات. طبعا حسب المناسبه بتبقى مثلا الميلاد، فاكيد دي هتتغير، عيد الميلاد اكيد الجزء ده هيتغير خلاص. فانت لما تحفظ نيشيروبيم ده هيبقى متكرر معاك في كله اصلا. نيشيروبيم حولتين نيشيروبيم نمني سيرافيم.
انجيلوس نمني ارشي انجيلوس. نقولها تاني. نيشاروبيم نمني سيرافيم أنجيلوس نمني أرشي أنجيلوس ميستراتيا ميستراتيا نمني إيك نيس العالية دي ميستراتيا نمني إيك وانطق نيستراتيا نمني إيك سوسيا مي سورونوس نيمت شوي سنيغوم. قولها على بعضها. مي شاروبي مني سي رافيم ني أنجيلوس نمني أرشي أنجيلوس ميستراتيا نمني إيك سوسيا مي سرونوس نيمت شوي سنيغوم. وبعد كده الربع الأخير افو او شيفو او 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 لفجو. كم مرة؟ افو او شيفو او او لفجو. وين او اموس يعني هزة وبنطق. او اموس جي كواب او كواب. نقوله تاني اف او شي فو او او لفجو او اموس جي كواب او كواب بشويس إني أؤون خريستو أوس أنيستي إك نكرون. نقول الحتة الأخيرة دي إيكو أوا أبي بشويس. واخد نفسي سنة كده
إني أؤون خريستو أوس أنيستي إك نكرون. حلو على بعضه. إفو أوش إفو أو حول الربعين على بعض. بختم كده عشان هو طبعا بعدها هيكون في أجيوس الفرايحي. خلينا نقوله كله مرة واحدة، تراجعوه كله على بعضه آخر مرة ونختم الحصة. باشو اويس ايسوس بي اخرستوس في طفطن في ايفول خني اثموت خن بي اهو شومت اك تونوستين خنتجو نيشاروبي نمي
نمني أرشي أنجيلوس نيستراتيا نمني إيك سوسيا مي ثرونوس نيمت شوي سنهوم إفو أوشيفو choice in me on a chares to os honesty ekne. شكرا، نشوفكم المرة الجاية في لحن جديد من ألحان القيامة.